يلا احنا نعمل ايه؟ احنا النهارده نقلنا احمد بعد ما كان واحده كبيره وواحده قصيره، الاثنين بقوا قصيرين تمام. بس احنا هنعمل ايه؟ زي ما انا علمتك حرك المشايه، احنا نمشي خطوه خطوه يا احمد تمام. يلا هتحرك دي، ايوه دي الرجل الضعيفه شويه عندي، حمل على ايديك الاثنين، ايوه وانقل الرجل الثانيه. يلا حرك المشايه. بص بقى يا احمد عايز اعلمك حاجه ثانيه بقى، خلاص انا علمتك تاخد خطوه دي، خد خطوه برجلك الكويسه، ايوه برافو، وزق الثانيه، برافو برافو. يلا تاني، برافو. احنا دي اول مره بنعلمه يمشي بالدعامات القصيره تمام، ولسه بقى هنكمل تدريب كمان وكمان. خلاص كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.